ثلاثة أشهر مرت على الانقلاب العسكري في ميانمار، وما يزال الشارع رهان المتظاهرين السلميين لكسب المعركة واستعادة الديمقراطية الوليدة في بلادهم التي يعمل حكم العسكري على إجهاضها. وسائل إعلام تحدثت عن وقوع انفجارات صغيرة في أماكن مختلفة بينها يانغون، في حين لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات. مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار حذرت خلال إفادتها لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من تايلاند من أن الانفجارات الصغيرة والقمع والعنف في البلاد قد تؤدي إلى توقف إدارة شؤون الدولة في ظل غياب رد دولي موحد على الانقلاب العسكري الذي تشهده ميانمار. المسؤولة الأممية أشارت أيضا إلى تقارير وصفتها بالمقلقة عن مدنيين معظمهم طلاب من مناطق حضرية يجري تدريبهم على حمل السلاح على يد منظمات عرقية مسلحة. مجلس الأمن الدولي خلال جلسة الاستماع لإفادة مبعوثته إلى ميانمار عبر عن قلقه إزاء الوضع في البلاد، مكتفيا بدعوة قادة الانقلاب إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف. عنف خلف آلاف الضحايا بين قتيل ومصاب ودفع المئات من سكان ميانمار إلى النزوح عبر الحدود مع تايلاند هربا من تطاحن عرقي بدأت تشهد البلاد مناوشاته الأولى بعد إحكام العسكر سيطرته على مقاليد الحكم.